حفل تكريم الشيخ حسن بن نايف المديري السبيعي وإخوانه للشيخ منصور بن ناصر النابت المشعب السبيعي، مؤرخ وموثق موسوعة قبائل السبيعي الغلباء التأريخية والوثائقية، ومؤسس مبرة قبائل السبيعي الخيرية. أسسها أبو ناصر. العمل يرتكز على ثلاث محاور. المحور الأول طال عمرك النقطة الأولى اللي هو تاريخي، عن البعد التاريخي للقبيلة، ربط حاضرها بماضيها. الثاني اللي هو طال عمرك التوثيقي اللي هو مسؤول فيه مشايخ القبائل، كل قبيلة كل شيخ قبيلة عن قبيلته هو فرعها خولها. العمل الثاني اللي هو الأساس في هذا كله اللي هي المبرة الخيرية، وهذا العمل طال عمرك الآن لا نشر، يعني العمل لا نشر ولا حط، لأن العمل عمل سبيع من عنوان أبو ناصر يقول أنساب نسب سبيع ليس للبيع، فما حطه تجارة. اللي منكم يعني عنده استوعاب لهذا العمل يبي يطلع عليه طال عمرك أسميها، يطلع عليه ويرجع هنا. طبعا تصويره ممنوع، يطلع عليه ياخذ الفائده نفسه. ليش من جوالات ومن غيره؟ لان السبب فيها العمل لسه في بدايته، ما دشه سعي ابو ناصر في تدشين. هلا العمل اللي عليه بالمنتهي، لكن العمل انجز على قبائل السبيع والباقي معنيين فيه. الكور هلا في مرمى مشايخ السبيع يجمعون زي ما يجمعوا على التوثيق وعلى الاشتراك في العمل، يجمعون ان شاء الله على التوثيق. وكل اللي زرناهم مع ابو ناصر علومهم طيبه من شيوخ السبيع. هذا العمل اللي يبغى يطلع عليه هذا هو معي. الله يسلمك يا رب. واثقين الكلام هذا واثقين منه. الله سعدكم. وهذا لنا كل مونا وانا مقصرين وهو المجتهد الله بيضج. والشيء الثاني هذا ناموس وفخر للجميع. ناموس وفخر للجميع. مبشر بحاله. اقول والله عندنا في حالته وانت اللي تحت الباب فيه بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. وهذا توفيق من الله. توفيق من الله سبحانه وتعالى ان وفق بهالعمل واعطى يعني تدوين هالموروث للقبيله. الله يبيض وجهه. اي نعم. بشكل علمي. يعني منهج علمي، ليس منهج يعني احادي مثل الكتب اللي موجوده الان، سواء عدت عن قبيله سبيع او عن القبائل الاخرى. يعني لان الكتب اللي تعتبر كتب احاديه هذه لها اهواء، لها ميول، سواء ماديه او ميول معنويه. لا يطلع عليها هنا. اللي بيطلع على هلام منكم انتم الحاضرين، الانسان اللي يبغى يطلع على شيء في هالموسوعه وعملها يطلع على هلام يتصفحها ما فيه اشكال، ورجعها لنا ونمشيه لين الانسان عنده شيء عليه يبي يطلع عليه يطلع عليه ما في شيء. هذا وانا ما عليه ولا في اشكال. الاشكال ما في اطلاع بالاشكال طول عمرك. هذه الوثائق اللي هي الوثائق خاصه في توثيق القبائل، والعمل هذا هو الكلام اللي يتكلم عن ماضي القبيله وعن دورها بالماضي والحاضر. العمل هذا من فوائده هذا انه ربط طول عمرك افرع القبيله بجذورها وربط حاضرها بماضيها. يقول من جنة بيوتها عن العيب، يفخر بها على جام جال وذكرها. يقول من جنة بيوتها عن العيب، يفخر بها على جام جال وذكرها. يا مرحبا زال الدراحيب، عد السحاب وعد وابل مطرها. فالنابتي رايع الوفا والمواجيب، اللي تواريخ القبيله نشرها. موسوعه السبيع وسط المكاتيب، صعبه على غيره لكنه قدرها. منصور لا منه بدا بامر صعيب، الكايده يثبت جبل في نحرها. ملاد مشعب معتلين المراقيب، بصيتها وبطيبها وبفخرها. قوم اللي
دكت عجاج المحاريب يردونها ما فكروا في خطرها. واذكر قبل اختم معه راعي الطيب اللي مواقفه عنه ما ذخرها. حسن ولد نايف عطيب المضاريب له سيرة في الطيب فعله شهرها. واختامها اثني وعيد الترحيب باللي حضر عد النجوم وقمرها. يقول من جنب بيوته عن العيب يبخر بها لجام جالو ذكرها. يا مرحبا واثني جزال الدراحيب عد السحاب وعد واب المطرها. فالنابتي رايع الوفا والمواجيب اللي تواري خلقي بلاه نشرها. موسوعة السبيع وسط المكاتيب صعبه على غيره لكن قدرها. منصور لا منه بدا بامر صعيب الكايده يثبت جبل في نحرها. من لاد مشعب معتلين المراقيب بصيتها وبطيبها وبفخرها. قوم اللي يا دكت عجاج المحاريب يردونها ما فكروا في خطرها. واذكر قبل اختم معه راعي الطيب اللي مواقفه عنه ما ذخرها. حسن ولد نايف عطيب المضاريب له سيرة في الطيب فعله شهرها. واختامها اثني وعيد الترحيب باللي حضر عد النجوم وقمرها. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إنها من أسعد اللحظات أن أقف أمامكم مرحبا بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن من أناب للترحيب. فأهلا بكم جميعا، حللتم أهلا ووضعتم سهلا في هذا المساء المعطر بالوفاء وعبق التاريخ يشع نورا وضياء وألقا. نود أن نرحب ونبارك للمؤرخ الشيخ منصور ابن ناصر النابتي المشعب السبيعي، مؤرخ وموثق موزوعة قبائل سبيع الغلبة التاريخية والوثائقية، ومؤسس مبرة قبائل سبيع الخيرية. على هذا الإنجاز العظيم الذي من خلاله استقرأ الماضي بتأني وروية وربط الحاضر بالماضي العريق، فأجلى لنا في المكتبة العربية في المكتبة النسبية والتاريخية والوثائقية، وخدم بإخلاص وأمانة وكرس جهوده لخدمة قبيلته. وبهذه المناسبة سطر الشعراء قصائدهم، فهناك قصيدة مهداة من الأستاذ الشاعر مفلح بن فرح المديري السبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبيض وجهك يا أبو ناصر. قدام تعمل مشرف خدم عيال السبيعي وشيبانهم كلهم. اللي ما قرأ عن تاريخ السبيعي ما عاد يجي له إن شاء الله شيء. وهذه قصيدة وما تفيد حقك، لا اللي بقوله لا في قصيدة ولا بكلام. يقول من جنب بيوته عن العين، يقول من جنب بيوته عن العين، يبخر بها لجام جال وذكرها. يا مرحبا واثني تزال التراحيب عند السحاب وعند واب المطرها. فالنابتي راع الوفا والمواجيب، فالنابتي راع الوفا والمواجيب اللي توري خلق بيله نشرها.
منصور لا منه مدى بمر نسعيه الكايدة يد بالجبل في نحرها من لا مشعب معدلين المراقيب بصيتها وطيبها وفخرها منصور لا منه مدى بمر نسعيه الكايدة يد بالجبل في نحرها من لا مشعب معدلين المراقيب بصيتها دكت عجاج المحاريب يردونها ما
أفكار وفي خطرها. واذكر قبل أختم معه راعي الطيب اللي مواقفه عنه ما ذخرها. حسن ولد نايف عطيب المضاريب له سيرة فالطيب فعله شهرها. واختامها اثني وعيد الترحيب باللي حضر عد النجوم وقمرها. يقول من جنب بيوته عن العيب يبخر بها لجام جالو ذكرها. يا مرحبا واثني جزال الترحيب عد السحاب وعد وابل مطرها. فالنابتي راعي الوفا والمواجيب اللي تواري خلق بلاه نشرها. موسوعة السبيع وسط المكاتيب صعبة على غيره لكن يقول من جنب بيوته عن العيب يفخر بها لجام جال وذكرها. يقول من جنب بيوته عن العيب يفخر بها لجام جال وذكرها. يا مرحبا واثني جزال الترحيب عد السحاب وعد وابل مطرها. فالنابتي راعي الوفا والمواجيب اللي تواري خلق بلاه نشرها. موسوعة السبيع وسط المكاتيب صعبة على غيره لكنه قدرها. منصور لا منه بدا بامر صعيب الكايده يثبت جبل في نحرها. من لاد مشعب معتلين المراقيب بصيتها وبطيبها وبفخرها. قوم اللي يا دكت عجاج المحاريب يردونها ما فكروا في خطرها. واذكر قبل اختم معه راعي الطيب اللي مواقفه عنه ما ذخرها. حسن ولد نايف عطيب المضاريب له سيرة فالطيب فعله شهرها. واختامها اثني وعيد الترحيب باللي حضر عد النجوم وقمرها. يقول من جنب بيوته عن العيب يبخر بها لجام جال وذكرها. يا مرحبا واثني جزال الترحيب عد السحاب وعد وابل مطرها. فالنابتي راعي الوفا والمواجيب اللي تواري خلق بلاه نشرها. موسوعة السبيع وسط المكاتيب صعبة على غيره لكنه قدرها. منصور لا منه بدا بامر صعيب الكايده يثبت جبل في نحرها. من لاد مشعب معتلين المراقيب بصيتها وبطيبها وبفخرها. جزاكم الله خير. يقولون عيال نايف مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يحييكم تحية المطر. تفضل على العشاء. يقول من جنب بيوته عن العيب يفخر بها لجام جال وذكرها. يقول من جنب بيوته
على العيب يفخر بها لجام جالو ذكرها يا مرحبا واثني جزال الدراحيب عد السحاب وعد وابل مطرها فالنابتي رايع الوفا والمواجيب اللي تواري خلقي بلاه نشرها موسوعة السبيع وسط المكاتيب صعبة على غيره لكنه قدرها منصور لا منه بدا بامر صعيب الكايدة يثبت جبل في نحرها ملاد مشعب معتلين المراقيب بصيتها وبطيبها وبفخرها قوم اللي يا دكت عجاج المحاريب يردونها ما فكروا في خطرها واذكر قبل اختم معه راعي الطيب اللي مواقفه عنه ما ذخرها حسن ولد نايف عطيب المضاريب له سيرة فالطيب فعله شهرها واختار